السلام عليكم، انا شكري وهعمل معاكم النهارده تورتايه من عجينه الشو. تورتايه بفكره جديده بشكل جديد، هيت زي ما انتم شايفين كلها من عجينه الشو، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. حتى الفينش بتاعها عاملينه من عجينه الشو زي ما انتم شايفين، على شكل بطه. وعلى بركه الله نبتدي الشغل. عندي ربع كيلو ميه، وعندي 200 جرام دقيق، وعندي 25 جرام سكر، و125 زيت، وشوية ملح. أول حاجة هنعملها إن احنا هنحط الملح على المية على الزيت على الزيت. دي عجينة الشو عملناها كتير، بس قلت نعملها تاني، يعني أصورها لكم تاني. على السكر، وهنقلب مع بعض كويس الخليط ده، وبعدين نخش بيه على النار. اهو حطيناه على النار وبنقلب، بندوب السكر اهو زي ما انتم شايفين لحد ما الميه غلت. ساعة ما الميه تغلي غلوتين كده ثلاثة، وبعدين ننزل بالدقيق بتاعنا عليه، نوطي النار وننزل بالدقيق بتاعنا عليه اللي هم 200 جرام دقيق، يعني بالظبط كوباية وتلت. وهنقلب على طول، النار هادية دلوقتي، هنقلب على طول لحد ما الدقيق يختفي خالص في العجينة. بنقلب بنقلب كويس وبسرعة لحد ما الدقيق يختفي خالص من العجينة. نرجع نعلي تاني النار. نقلب كويس، ومش هنشتغل من على النار غير اما نشم ريحة ان الدقيق استوى. سوى الدقيق كده بيبقى له ريحة، اما تشم الريحة ديت يبقى هو كده استوى. زي ما انتم شايفين بنقلب، ايدك فيها على طول طول ما هي على النار. اهيت بدأت تطلع من الحلة، مش علشان ان هي تفال اللي انا بشتغل فيها، لا، المفروض ان هي في اي حلة تبص تلاقي بتخلع من الحلة، ما بتمسكش فيها كده. بطلع بيها بره النار على طول. استوت زي ما انتم شايفين اهيت، ونقلب برضو فيها لحد ما توصل للدرجة اللي هي بتاعت السوا بتاعتها كاملة. طلعنا بقى بره النار، ده تلاقي الفانيليا بتاعتها. ناس بتسأل كتير، دي فانيليا بودر ولا سايلة؟ وقد ايه سايلة وقد ايه بودر؟ حط اللي انت عايزاه، فانيليا اللي انت عايزاها، بودر زي ما انت عايزها، سايلة زي ما انت عايزها. انا عن نفسي بشتغل بالبودر والسايلة. قلبتها تقلبتين لحد ما طلعت الدخان منها، يعني بردت سنة كده. وهبدأ ان انا اهيت، وهبدأ ان انا اعجنها بالبيض. دول 3 بيضات اهوت، هبدأ اديلها بيضة بيضة الاول اهو، ومش هديلها بيض تاني غير اما البيضة تعجن خالص مع الخليط. قلب كويس. عجينة من العجائن المهمة جدا في الحلواني، عجينة الشو ديت. اختفت خالص العجينة بيضة بيضة، اكتر من بيضة بتعمل لك، بتاخد وقت بقى كتير في التقليب. بس البيض طبعا بيتزحلق من البول اهوت. هتضايقنا شوية بس هتلم على طول. احنا ادينا 3، وادي 2 اهمت، ادينا لها كده 4، يبقى هي هتاخد 5 بيضات بالظبط. بيضة بيضة كده، ونقلب كويس لحد ما تتلم كلها في بعضها اهي. اخر بيضايات كده، 5 بيضات خدتهم، وبنقلب لحد ما العجينة كلها نلاقيها عجنت كده خلاص، ما عادش اثر للبيض فيها. وزود الفانيليا سنة وانت بتشتغلي في عجينة الشو بالذات. بنقلب كويس
انا بوريكي بس المراحل اللي انت هتعدي بيها في العجينة. هي كده تمام وجاهزة على الشغل. هاخد العجينة بتاعتي ديت، عجينة الشو، اعبيها في كيس حلواني ببلبلة، اي بلبلة عندك او من غير بلبلة خالص، مش انا الموضوع مش محتاج بلبلة المرة دي. اهوت هجيب الطوق بتاعي احطه على الصينية او من غير الطوق، هرسم دايرة بالعجينة على قد الطوق ده. انت عندك الطوق ده ماشي اشتغلي فيه، ما عندكيش اعملي في صينية على طول صينيتين قد بعض. احنا هنعمل دي مرتين، هتعملي صينيتين قد بعض او واحدة اكبر شوية يعني، اكبر سنة منها، وتقص الزيادة بتاعتها. اهوت عملت الدايرة بتاعتي، وهعمل واحدة كمان. ده الديسك اللي انا هعمل بيه التورتاية. اهوت زي ما شايفين هعمل برضو التانية زي ما عملت الاولانية. اهوت تمام عملتها، وبسلكها بالسكينة وكده تمام اترفعت خلاص. هعمل دلوقتي البطة اللي احنا هنحطها على التورتاية اهو، زي الكمتراية كده، بقطعها زي الكمتراية على كبير اهي، مش شايفة؟ بعلى بيوصل بعلى، وانزل على الفاضي وانزل بالعجين اهو، ودخل الفرن على 170 يستوي، ما بفتحش عليه خالص لان لو اتفتح عليه بيبوظ عجينة الشو. 170 استوى وطلع اهوت. هبدأ ان انا احشي بقى التورتاية بتاعتي. الرقدة في حتة عالية اهيت، هشتلها بالسكينة هسويها بالوش. شوف هنعمل فيها ايه، هنشيلها تحتها تجويفة، هركبها تاني في التجويف بتاعها علشان ما تبقاش عالية. عندي كريم باستري طبعا انتوا عارفينه كلكم، وهسيب الرابط برضو تحت الفيديو، وعندي دي مربط مشمش، هسيب لكم رابط الفيديو تحت الفيديو برضو اللي ما شافوش. هجيب القاعدة اللي هشتغل عليها، حطت حتة كريمة عشان تمسك في الديسك اهوت، وابدأ ان انا اوفر على نفسي المجهود، وبحط الطوق بيساعد كتير في الشغل. مربط المشمش معلقة معلقتين كده بتدي طعم، اوزعهم كده على العجينة من تحت قبل ما احط الكريمة اهوت، وابدأ اوزع الكريمة عليها. ما عندكيش الكيس هتحطي شوية وتوزعهم بالمعلقة، ما فيش مشاكل يعني اهوت. بنعمل طبقة من الكريم باستري ده، كريم باستري على كريم شانتيه اهوت تمام. هجيب الديسك التاني اللي انا عامله برضو من عجينة الشو، وهحطه على وشه، اخلي ظهره لفوق، وهبدأ اتك بالراحة كده عشان الكريمة تدخل في كل حتة في العجينة اللي هي تحتها. وبرضو معلقتين مربى المشمش او اي نوع مربى عندك، ما عندكيش مربى مفيش مشاكل، مش لازم خالص، موضوع حسب ما بيتوفر يعني. وهبدأ ان انا اطلعها من الطوق بتاعها. هلفها بس بالكريمة كده من الجناب عشان اعرف اديها جرام على الجنب اهي، بالسكينة كده بالراحة مسح بس، انا مش بغطي الجناب، لا انا بمسح بس الجناب بالكريمة علشان اما احط عليها حاجة تمسك. بطرف السكينة بس كده مش اكتر.
تمام. ايه عندك بقى موجود عندك ممكن تحطيه على الجناب؟ حطيه. عندك جوز الهند ماشي، عندك مكسرات ماشي، عندك بسكوت ناعم مكسر ماشي، اللي عندك حطيه، ما ترتبطيش بحاجة معينة. وحطينا شوية على الوش، معلقة كده على الوش، نمسح الوش مسحة صغيرة بس كده، ونوزع الكريم على الوش زي ما انتوا شايفين. عندنا بسكوت ناعم اهوت، هاخده احطه على الجناب. انت عندك ايه حطيه، ما ترتبطيش وما تأزميش الدنيا. اللي عندك اي حاجة ناعمة عندك حطيها اهوت، بنلف التورتاية من الجناب بالبسكوت، وليه البسكوت هو اللي عندي انا يعني، اللي موجود عندي اشتغلت بيه. وادخلها التلاجة تشد نفسها شوية في التلاجة، مع وهي في التلاجة بقى نشوف هنعمل ايه تاني. هذا الخمس وحدات اللي احنا قطعناهم، اللي احنا هنعملهم بط، شوفوا هيتعمل ازاي بقى. هقطع وش ال وش قطعة الشو من فوق كده اهوت، بحيث برضو ان انا ابقى سايب غوط تحت اهو. هوريكي لو مش عارف تقطعها زي ما انا بقطعها، اقطعها زي ما انا بقى بالشكل ده اهو. شوف القطعة جاية ازاي باينة كده اهي، هقطعهم على الشكل ده. القطعة ديت الحتة ديت اللي هتبقى ان احنا هنعملها، هناخد منها الرقبة والجناح. هبدأ ان انا احشي طبعا في المنطقة دي من عالي، وهنزل على ما فيش من عالي، وانزل على ما فيش. الحتة دي لازم تبقى عالية كريمة اهو، عالي زي ما قلت لك، وتنزلي على الفاضي ماشي. هناخد بقى الكفر اللي احنا قطعناه، والحتة اللي احنا قطعناها هاخد من وسطها شريحة رفيعة اهوت. الشريحة الرفيعة ديت هي الرقبة بتاعة البطة دي الرقبة بتاعة البطة اهي زي ما شايفين. انا محبتش اصعب عليكم الموضوع وعامل لها رقبة بالكورنيه والحاجات ديت، ف خلي الشغل سهل كده عشان تبقى ايه. ومرة تانية بعملها لكم ان شاء الله برضه. وادي الجناحات بتاعتي هحطها لها، هلزقها بالكريمة اهي. ادي كده البطة بتاعتنا اهي شكلها اهي، بس عايزين نرفع راسها فوق شوية. تاني هاخد برضو شريحة رفيعة من النص علشان أعملها الرقبة بتاعة البط أهو، والنصين التانيين دول الجناحات زي ما احنا عملنا في البط الأولاني. إن كانت فيها حتة عجينة أو فيها حتة حاجة بشتلها، وبحط الرقبة الراس بتاعتها وأركب لها جناحاتها، كأني بقفل قطعة الشو تاني، برجع كل حاجة مكانها تاني اهو، برجع كل حاجة مكانها تاني اهو. ادي البطة بتاعتنا كده تمام. هنطلع بقى التورتية، استريحت طبعا في التلاجة، وهرص البط بتاعي على الوش اهو. حط البط بتاعي على الوش كده بالراحة، عندي خمس بطات. ده كنا بنعمله زمان نوع جاتوه اسمه جاتوه البطة، الشكل ده بنعمله بني وأبيض، الشوكولاتة البيضة وبالشوكولاتة البني اهوت. وهدي له سكر بودرة على الوش فوق البط كده
تورتة زي ما بتتعمل للولاد الصغيرين، بيفرحوا بيها وبسطوا بيها في مناسباتهم، بيبقى شكلها حلو. او توب الكريمة بملى الايه، بعمل شكل بس بملى الفراغات اللي هي بربط البط ببعضه، بيبوز الكيس كده، بربط البط ببعضه، بربط الشكل ببعضه كمان، ما تبقاش الفراغات اللي هي بين دي الحاجات اللي هي الجمالية اللي بتبقى في التورت بقى. الحاجات دي ما بتتعلمش، الحاجات دي بتتشاف بالعين. يعني انت ما تشوفي كده تقولي اه ده كده احسن. اهوت بملى الكريمة بالكريمة الفراغ اللي بين البط، اهوت عندي شوية مربى، عندك شوية شوكولاتة، عندك شوية صوص كراميل، أي حاجة وتحطيها جنب البطة كده عشان نكمل بس شكل التورتاية، يبقى لها شكل. اهيت حطيت معلقة مربى فراولة، وزعتها ببوز المعلقة كده اهوت زي ما انتوا شايفين، وخلاص على كده. اي حاجة بحطها لها بقى ان هي بس تظهر التورتاية مش اكتر من كده، ودي حاجات متروكة ليك انتي، مش اساسيات في الشغل يعني. اهو زي ما انتوا شايفين هي كده تمام وخلصت، وان شاء الله تعجبكم وتعملوها وتقولوا لي رأيكم ايه. هنقرب الكاميرا عليها كده ونشوفها بقى شكلها ايه بالظبط، شوفوا شكلها عن قرب. هيت ما شاء الله زي الفل، هيت جديدة وفكرتها جديدة، وإن شاء الله هتعجبكم وهتعجب اللي هياكلوها. وإذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناة، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.